النهاردة، وكان الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية العرب في جدة بالمملكة العربية السعودية، وده في إطار التحضير للقمة العربية اللي هتعقد يوم الجمعة بإذن الله. سيادة الأمين العام للجامعة العربية السفير الوزير أحمد أبو الغيط أكد خلال الاجتماع أنه المنطقة شهدت منذ انعقاد قمة الجزائر لو حضراتكم متذكرين في نوفمبر اللي فات عدد من الأحداث الحافلة بالمخاطر والأزمات، وزي ما كلنا عارفين آخرها السودان. طيب ده بيتطلب إيه؟ بيتطلب أن كل الدول العربية تبقى على قلب واحد وإيد واحدة. تاني، قلب واحد وإيد واحدة. ثالث، والله العظيم قلب واحد وإيد واحدة في إيه؟ في التصدي لهذه التحديات والمخاطر اللي بتهدد مجموعتنا، منطقتنا، وطننا العربية. من ناحية تانية، الأمين العام سيد أحمد أبو الغيط طبعا رحب بعودة سوريا للجامعة العربية وعن مشاركتها كمان في هذا الاجتماع الوزاري. معانا على التليفون سيادة السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتكم السادة المشاهدين. أهلا بسيادتك يا فندم. يعني عن الاجتماع الوزاري للتحضير للقمة العربية يوم الجمعة إن شاء الله، ويعني عودة أو عودة سوريا إلى مظلتها الرئيسية الجامعة العربية، كيف ترى ذلك يا سيادة السفير؟ وكمان إلى أي مدى ده يسهم في تقليل حجم المخاطر التي تهدد المنطقة؟ لا شك أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية هي خطوة ذات أهمية بالغة من نواحي عديدة تتعلق أساسا بالأمن القومي العربي، خاصة وأن هناك مهددات كثيرة كانت يعني تلوح في الأفق، لكن بعودة سوريا إلى الجامعة العربية خاصة وأنها جاءت في إطار موقف عربي وتوجه عربي نحو التوصل لحلول عربية عربية للأزمات العربية، وهذا منحى جديد باكورته هو عودة سوريا إلى الجامعة العربية في هذا الإطار. وواقع الأمر أن هذه العودة سبقتها تحركات من جانب السعودية ومصر والأردن والعراق في إطار رباعية عربية، وعقدت اجتماعات في عمان وأيضا في الرياض، وكان هناك بيان عمان والذي أكد على هذه العودة من خلال تفاهمات تتم بين الجانب السوري والجامعة العربية على في إطار الخطوة خطوة. أنا أعتقد هذا التوجه وهذا الدور المحوري الذي طلعت به الرباعية العربية وخاصة أيضا بجانب السعودية والإمارات في عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وتبني هذا التوجه واعتباره محورا أساسيا في معالجة الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة العربية أو الجامعة العربية، وخاصة فيما يتعلق بالأزمة السورية كما أشرت، وأيضا قضية السودان وقضية اليمن والعراق ولبنان، وأيضا قضايا الطاقة والأمن الغذائي والأمن المائي، وأيضا القضية الفلسطينية، وأيضا العلاقات مع دول الجوار العربي خاصة إيران وتركيا، وأيضا مع الأقطاب الدولية خاصة الصين وروسيا والولايات المتحدة وغيرها من القوى العالمية. أعتقد أن هذا التوجه الجديد، نحن أمام مرحلة جديدة في العلاقات العربية تستند أساسا على تنامي وتعاصم العمل العربي المشترك والحلول العربية للقضايا العربية أيا كانت طبيعتها، سواء كانت أمنية أو سياسية أو اقتصادية أو قضايا تتعلق بدول لها أبعاد وتداعيات في المجال الأمني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي. إن شاء الله في تقديري أن هذا الاجتماع الوزاري كان ناجحا بدرجة كبيرة، من حيث أنه لم يستغرق سوى فترة قصيرة تؤكد وتعكس وتجسد أن هناك توافقا عربيا داخل هذا على هذا المستوى، يمهد لتوافق عربي آخر على مستوى القمة عندما يتناول كل هذه القضايا مجتمعة في الإطار العربي العربي. طيب سيد سفير، يعني باستقرار سياسي في العراق زائد عودة سوريا مرة تانية للجامعة العربية، أعتقد أنه ده وأيضا كمان استقرار في العلاقات
أو أنه هناك بوادر لعلاقات أكثر هدوءا بل وأكثر إيجابية ما بين المنطقة العربية وما بين إيران وما بين تركيا؟ فهنا في شكل من أشكال استقرار في منطقة المشرق العربي، لكن في المسألة السودانية كيف ترى سيد سفير يعني الرؤية العربية للوصول إلى تهدئة وحل حقيقي للمسألة السودانية أو الأزمة السودانية؟ واقع الأمر في إطار هذا التوجه اللي أشرت إليه في حل القضايا العربية في الإطار العربي، كان هناك لجان تم تشكيلها سواء لمعالجة العلاقات مع دولتي الجوار أو سواء مؤخرا في موضوع الأزمة السورية الأزمة السودانية. لا شك تم توجيه تشكيل مجموعة اتصال تضم مصر والسعودية والأمين العام، وبالإضافة إلى آلية سابقة سبق تشكيلها على مستوى وزراء على مستوى سفراء الدول العربية في الخرطوم، مهمتهم القيام بالاتصال بكافة مكونات المجتمع السوداني بأحزابه وقواه السياسية المختلفة، وأيضا مع الآليات القائمة بعملية إدارة الأزمة سواء كانت الرباع الثلاثية الآلية الثلاثية أو الآلية الرباعية. وهناك اتجاه في تقدير الشخصي وأن تنضم الجامعة العربية إلى آلية الثلاثية باعتبارها آلية منظمات، وهي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد، وأن تنضم كل من دول الجوار مصر ومعها جنوب السودان وتشاد إلى آلية الدول التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات. وهذا يعني أن هناك توجه مدروس نشيط للانضمام للاطلاع بدور في الأزمة السودانية من جميع جوانبها، سواء في التوصل إلى حلول للقضايا المتشعبة للأزمة السودانية بما في ذلك وقف إطلاق النار والأوضاع الإنسانية، ثم التوصل إلى حل شامل من خلال شمولية المجتمع المدني السوداني وشمولية الآليات التي تتولى إدارة الأزمة. هذا على أساس وأؤكد مرة أخرى على أساس الحفاظ على وحدة السودان طبعاً. وسلامة أراضيه، وأيضا عدم التدخل في شأنه الداخلي وخروج أي قوات أجنبية أو أي تدخل أجنبي موجود على أرض السودان الشقيق. صحيح 100%. بشكرك جدا سيادة السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق.